بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في اللقاء الرابع من مادة توجهات في التصحيح اللغوي. نتحدث عن الخطأ في حروف الجر، وتقع كثيرا الخطأ في التحدث أو الكتابة باستعمال حروف جر لا تنطبق مع التركيب. مثلا يقولون ينبغي عليك الهدوء، والصواب ينبغي لك الهدوء. في القرآن الكريم ما علمناه الشعر وما ينبغي له. يقولون أرسل له رسالة، والصواب أرسل إليه رسالة. يقولون أجاب على سؤاله، والصواب أجاب عن سؤاله. يقولون تردد على المكتبة، والصواب تردد إلى المكتبة. يقولون لأن هنا المعنى جاء مرة تردد، جاء مرة بعد مرة، أو رجع إليها مرة بعد مرة. يقولون التقيت به، والصواب التقيته. ننتقل إلى المحور الثامن، وهو الكلمات الدخيلة إلى اللغة العربية. كثيرون يستعملون الكلمات الدخيلة، يعني انتشرت بين المثقفين، فيطعمون أحاديثهم بكلمات أجنبية من غير فائدة تقتضي ذلك. والأولى الحفاظ على تجانس لغة النص العربي في الكتابة أو التحدث، ولا داعي لخلط اللغات في النص الواحد. نتحدث باللغة العربية نترك الكلام عربي، نتحدث باللغة الإنجليزية كذلك نترك الكلام بالإنجليزي. فيقولون في الإنجليزية ميكروفون، والعربي أن نقول لاقط. يقولون كذلك فاتورة، والعربي أن نقول قائمة حساب أو القائمة. يعني الاختصار يغني، الاختصار والإشارة إلى الشيء أو الشيء المعهود. يكفي أن نقول كلمة واحدة مثلا القائمة أو قائمة الحساب. يقولون سيمينار، والعربي حلقة نقاش. يقولون موديل، والعربي طراز. يقولون بروفا، والعربي تجربة. يقولون كوبري، والعربي جسر. يقولون فيلا، والعربي بيت أو دار أو دارة. يقولون ترم، والعربي فصل دراسي. يقولون كويز، والعربي اختبار أو اختبار قصير. يقولون فاينل كويز، والصواب اختبار نهائي. العربي اختبار نهائي. يقولون إيميل، والعربي بريد إلكتروني. يقولون شاليه، والعربي طرز أو بيت صيفي. يقولون ويكند، والعربي إجازة نهاية الأسبوع، نقول الإجازة الأسبوعية مثلا. يقولون ريتويت، والعربي إعادة تغريد. يقولون لايك، والعربي إعجاب. يقولون سيف، والعربي حفظ. يقولون كومنت، والعربي تعليق أو رد. يقولون سيرش، والعربي بحث. يقولون شير، والعربي مشاركة. يستعملون كذلك كلمة هكر أو تهكر جهازي، والعربي أن يقول اختراق أو اخترق الجهاز. كذلك يقولون بلوك أو بلكته، والكلمة العربية حظر أو حظرته. كذلك يستعملون كلمة كود بكثرة، أدخل الكود أو كتب الكود، والكلمة العربية رمز، كتبت الرمز أدخلت الرمز. ويستعملون باسورد، والعربي كلمة السر أو كلمة المرور. يستعملون لوكيشن، والكلمة العربية كلمة موقع. يستعملون سوشيال ميديا، والكلمة العربية وسائل التواصل الاجتماعي. يستعملون كلمة جروب، والكلمة العربية مجموعة. يستعملون كلمة مسج، والكلمة العربية رسالة. يستعملون بودكاست، والكلمة العربية تسجيل صوتي.
ننتقل إلى المحور التاسع، وهو استعمال ألفاظ موهمة أو غير لبقة. يقول فلان أداؤه ضعيف، والأفضل أن نقول فلان يمكن أن يكون أداؤه أفضل. يستعملون فلان مات، والأفضل أن نستعمل فلان توفي، لأن أحيانا كلمة مات قد لا يكون فيها اللباقة. فلان كسول، ممكن نقول فلان قدراته أفضل من ذلك. يقول مثلا كل الطلاب مهملون، والأفضل أن نقول بعض الطلاب مهملون. يستعملون متأكدون أنه سيكون جيدا. ألفاظ التعميم والتأكيد الأفضل التخفيف منها، فنقول غالبا سيكون جيدا. يستعملون الأستاذ فلان، والأنسب في اللباقة مع الأساتذة أن يقال سعادة الأستاذ فلان. يقولون قسم الحريم أو قسم البنات، فيه الأمور العلمية والجامعية، الأفضل استعمال كلمة فيها لباقة مثل قسم السيدات. هذا التطبيق أريد منكم الآن في مشاركة، أن كل منكم يكتب 10 كلمات أو جمل ترون أنها غير لائقة، أو المقام لا يناسب استعمالها، أو السياق أو الأحوال لا تناسب هذا الاستعمال. اكتبوها الآن ونكمل بعد ذلك. ننتقل إلى المحور العاشر، وهو استعمال الكلمات أو العبارات الطويلة، وممكن اختصارها أو الاقتصاد في الاستعمال. فنقول مثلا يقولون في جميع الأوقات، والأفضل استعمال كلمة دائما. هذا اختصرت 3 كلمات في كلمة واحدة. يقولون حقائق دقيقة، والأفضل كلمة حقائق، لأن الحقائق هي دقيقة فلا يحتاج للتأكيد. يقولون فريد من نوعه، والأفضل فريد، ما يحتاج من نوعه. يقولون كذلك لون البطاقة هذه هو اللون الأبيض، والصواب أو الأفضل أن نقول لونها أبيض. يقولون مربع في شكله، والأفضل أن نقول مربع. يقولون على وجه التقريب، والأفضل أن نقول تقريبا. يقولون أنا شخصيا كذا وكذا، يكفي كلمة أنا، ما في داعي لكلمة شخصيا. هذا عند إرادة الاختصار، أما من أراد أن يسهب ويزيد ويطيل في الكلام فالأمر له. يقولون كذلك نرجو أن تعرفوا السبب في ذلك، ويكفي نرجو معرفة السبب، أو نرجو أن تعرفوا السبب في ذلك، فيكفي نرجو معرفة السبب. يقولون وسوف نكون في وضع يمكننا معه أن، الأفضل وسيمكننا أن. يعربون لنا عن رغبتهم، والأفضل أن نقول يرغبون. أما تلك يعربون لنا عن رغبتهم من كلمات إعلامية يستعملها الإعلاميون في حديثهم، لكن مثلا في الكلام العادي أو في الأطروحات العلمية أو في كتابة المقالات العلمية لا تستعمل. ننتقل إلى المحور 11، وهو الكلمات الدينية. مثلا نسأل الله التوفيق، الأفضل أن نقول نسأل الله عز وجل التوفيق، أو نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يقول مثلا وقال نبينا محمد، وعلينا أن نقول وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون قال الرسول، والصواب أن نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون قال النبي، أو يكتبون، ويكتب بين قوسين صاد، والأفضل أن نكتب بدل كلمة صاد نكتب صلى الله عليه وسلم. بعض الكتب تكتب قال النبي وبين قوسين تكتب كلمة صلى، مع أن اختصار لي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، يفترض أن نكتب صلى الله عليه وسلم كاملة. هذا تطبيق نتأمله مع بعض. بين رأيك في النص التالي: حضرت ندوة الاتجاهات الحديثة في التعليم، والتي استمرت من 1:00 وحتى 4:00 و35 دقيقة. قدم فيها المحاضرين كثير من الأوراق البحثية، وكانت ثرية بالمداخلات من قبل الحضور، وبالتالي عدت وأعلنت إدارة الندوة التوصيات الهامة.
هذا تطبيق في المحاضرة لا يتعلق بالاختبار النهائي، تجيبون عليه من أنفسكم، وسأعرض عليكم بعد قليل الإجابة، بإمكانكم إيقاف التسجيل والإجابة عنه، وعندما تريد أن تطلع الإجابة تشغل التسجيل مرة ثانية. الآن تطلعون على الإجابة، تلاحظون كلمة الاتجاهات بدون همزة، الحديث عليها نقط، التي لا يوجد فيها واو، حتى لا تحتاج إلى واو، و30 معطوفة على 5 المجرورة، كلمة دقيقة عليها نقط، تاء مربوطة، قدم فيها المحاضرون فاعل كثيرا بتنوين النصب، من الأوراق مفعول به كثيرا من الأوراق البحثية، كانت ثرية بالمداخلات من الحضور، لا داعي كلمة قبل، ثم أعدت كلمة وبالتالي لا داعي لها، لنقول ثم أعدت إدارة الندوة التوصيات المهمة وليس الهامة وأعلنتها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.